النور الناس الكل. خويا اليوم تلمينا دويسه مع بعضنا في ريستوران خويا باش نقعدوا نحكيوا. اليوم موضوعنا خويا على العيشه لهنا، على القرايه، على الحرقه، كيفاش خويا اول مره تجي لهنا، كيف نيه تعمل الحاجات الاول تعملهم. المضايق كل موضوع كان عندكم خويا اسئله ولا حاجه من بعد خليهم لنا خويا في لي كومونتير نتاعك. نبدا اول حاجه انا باش نحكي لكم على عباد تجي اول مره خويا فيزا معناها توريستيك، وهذا فيزا كيما يدبر هو راسه معناها، ومن بعد باش يحرقها الفيزا اكيد تصعب الامور خويا. علاش؟ على خاطر ما عادش نجم تعمل اوراق هذيا. اول حاجه تولي تخمم كيفاش تخدم في النوار، تولي تخمم خويا كيفاش تخرج من البلد هذيا، تولي حتى معناها باش تشوف طفله معناها ما تنجمش، خاطر ما تنجمش تعرس من غير اوراق. هذه اول حاجه. ثاني حاجه اخويا العباد اللي يحبوا يجيو من روسيا اخويا وبعديك تنقلوا لفرلندا ولا تنقلوا للبلاد من اوروبا ولا تنقلوا لاي بلاصه، فما حل بركه باش نجم تنقل اخويا، هي اللي هو الفلوس. لازمك تجي عندك برشا فلوس، صح تجي عندك برشا فلوس خويا تنجم تعرف تحط ساقين وربي سهل الناس الكل. اما خويا اللي يجي معناها في مخه باش يجي لهنا باش يتعدى في التران ولا باش يمشي على ساقين وكذا، راه تخطف مره في المليار، مره في الالف باش تخطف الواحد معناها بالزر. علاش؟ على خاطر في المحطه نتاع التران غاديكا ولا على الحد غاديكا ولا اي حاجه، اي بشر شعره ماهوش اصفر يعني ماهوش زرق راه ديريكت باسبورك ويشدوك ديريكت، بينا يعرفوها خويا فهمتني؟ ابار خويا الترانات ابار كل شيء. قلنا فما كنترول اول حاجه بوليس معاه في كل باب ما تنجمش تدخل هذاك ما تولي باسبور. مثلا خويا فما بلاصه تهز البولونيا كانت عباره على الغابه تقص على بيلاروسيا وبعدين تمشي على الغابه. خويا الغابة أول حاجة كلها ثلج، ثاني حاجة برشا كاميراوات في الغابة معناها تبدا أنت تتحرك وكذا هما يشوفوا فيك تك يصدموا عليك بالكلاب منهم غادي كالعادة خويا تشد ما نعرفش قداه حبس 15 يوم شهر شهرين خويا راح له. هذايا خويا في موضوع الحرب. في موضوع خدمة خويا جيت بأوراقك ولا جيت معاك طفلة باش تعرس ولا كذا خويا، خويا صاحبي غسيل خويا تزيد يفسر لكم أكثر خويا أكثر مني. السلام عليكم ولاد، أنا نخدم شاف وجينا في روسيا وننصح كل واحد ان شاء الله ربي يسهل له كيف معناه ما عنده يجي لروسيا، لازم اول حاجه عنده دبلوم ولا عنده صنعه في دي على خاطر من غير صنعه هنا صعيب باش تلقى خدمه معناها باهيه تساعدك. الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه لازم معناها عندك معناها لازم تعرف عباد، مش تعرف عباد لازمك في روسيا معناها ابار العرب مش تعرفهم لازمك تعرف لونغ روس، لازمك تتعلم معناها لونغ قبل كل شيء. كيف انا مثلا نخدم في كوجينا معناها ما غير لونغ ما نجم نعمل حد شيء خاطر كل شيء بالروس، كل شيء معناه الكتيبة القراية الناس كل معناه بش حتى بش نحكي معاهم الكل بش نحكي معاهم كان بالروس. لازم عندك مثلا دبلوم كوجينا، دبلوم حجامة، تعطي التواج، مثلا عندك برمي تاع تاكسي بار اكزومبل باش تخدم معناها تصور فلوس من البلاد، عندك اوراقك تاع معناها تعرس وكل شيء عندك اوراق ولو البيدا البيبي اللي هي معناها تسمى كما نقولوا احنا إقامة مؤقتة. كي تكمل تعدي عام بالريفي بي تنجم تقدم على البيت نجيت اللي هي البيت نسميوها بخمس سنين اقامه معناها دائم، وبعد ما تعرس بثلاث سنين عندك الحق باش تقدم على الجنسيه الروسيه وتستنى ست شهور تقدم وراق باش تحضر وراق معناها شنو يطلبوا عليك بالضبط. حكايات مش صعب برشا، حكايات ساهلين نجم تقدم معناها ساهلين على الاخر، سورتو كان عرست في روسيا معناها تسهلك الماموريه على الاخر. تقدم بعد 6 شهور تاخذ جنسيه، تاخذ جنسيه روسيه معناها اللي معامل مثلا باش ياخذ جنسيه روسيه وبعد منها يمشي مثلا لاوروب ولا حاجه راهم يمدوا لهم فيزا معناها نجموا نقولوا 100% خاطر كي يعطيوك الجنسيه هما الحاجه الباهيه فيهم عباره يوليو كيف معناها منهم، على خاطر انت كي باش يعطيوك الجنسيه قبل ما يعطيوك الجنسيه لازمك تصح على ورقه اللي انت باش تنحي الجنسيه نتاعك. بون هذه حكايات اخرى خاطر احنا في تونس ما نحيوناش الجنسيه نتاعنا خاطر لازم محكمه وكذا وكل شيء، اما هما هما يحسبوك جوست معناها في روسيا معناها ما لازمكش حتى باسبورك التونسي ما لازمكش توريه انت عباره روسي بارك فهمتني، في تونس هذيك حاجه اخرى. دونك خويا هذيك هي يعني معناها امور خدمه باش تخدم اوراقك ما غير اوراق كما قال خونا الدحى معناها سايبه برشا وشويه فلوس وكذا، تبدا اوراقك تخدم وجوك باهي ومعناها ساهله باش تلقى خدمه. اللي قلت لك جوست لا كونديسيون تعرف حتى شويه روس مش لازم معناها بارفي تتعلم شويه روس وكاو ان شاء الله ربي يسهل الناس الكل باش تجي روسيا ورايب معناها بلاصه باهيه خاصه في موسكو العيشه باهيه. انا عشت قبل مش في موسكو معناها بارابور موسكو والبلاصه اللي كنت عايش فيها معناها بالحقيقه فرق كبير برشا خاطر موسكو معناها فيها خدم وفيها معناها فيها كبيره خاطر عاصمه معناها كيما في اي بلاد في العالم في
اوروبا فيها موفمون فيها فلوس فيها سوريس فيها عباد في العالم الكل معناها تدبر راسك وتخدم وجوك بيه معناها سهله هنا في موسكو معناها فيها حظوظ اكثر من البلايص الاخرين من الارياف ديجا الارياف معناها حكايه فارغه معناها باش ننصح اللي باش يجي لموسكو مرحبا سان بيتربورغ فما بلايص فولغاغراد فما سوتشي فما بلايص مزيانين تنجم معناتها فيها عندك حظوظ اكثر من بلايص اخرين خاطر فما بلايص اخرين راهم زيرو معناها تبقى في بلادك حضر حدا امك وبوك خير وموسكو خويا صحيح مش كيما الاوروب مش العمله نتاعها مش الاوروب صعيبه شويه العيشه اما خير تنجم معناها بشويه بشويه كي تبدا معاك عائله باهيه معناتها يقفوا معاك ويعاونوك وتتعلم اللغه راك بقدره الله تسلكها وان شاء الله ربي مع العباد الكل ان شاء الله ربي معاك خويا مختصر الحديث مختصر الحديث اللي باش يجي خويا لهنا يجي خويا معبي فلوس علاش حتى كان تحت بيك منه ما غادي خويا تلقى معناها ما تصرف تلقى كذا ما تعيش في الشارع فهمتني ما تصعيب لان الشارع ما تلفت لك حتى واحد خويا معناها فما حل حلين معناها خويا تجي لهنا تك تك تشوف طفله خاطر تتساهله معناها باش تعرف على طفله باش كذا باش تحرس قد وريقاتك تعمل خويا باسبورك هذيا وتنجم تمشي لاي بلاد اخرى من بعد نورمال كيف باش تجي خويا باش تحرق وذوك من الكل خويا لازمك فلوس هكا باش كي تجي هكا تفهم شويه لغه ومن بعد خويا تقصد ربي على روحك البلاد اللي تحب عليها خويا ربي سهل للناس الكل هذيا الفلوس تقضي في كل شيء اكثر من الدول العربيه اكثر دوله معناتها الفلوس تقضي في كل شيء كل شيء يتشري بالفلوس وكل شيء معناها يتريق بالفلوس ومصالح وهذيك هي الدنيا هذه معاملات وسيرتو فلوس راهي معاملات ولازمك فلوس باش تتحرك راهو معناتها باش تجي هكاكا راهي مش اسكندناف هذه ولا انجلتير ولا اوروبا معناها مش عباد تعاونك وتسخف عليك معناها لازم تكون عندك شكون ولازمك معناتها تكون مريقل جاي مريقل مش جاي هكاكا تطلف السلام عليكم جاي هكاكا حتى على امور خدمه راهم ما يخدموش الا عندك اوراق كلش فما بلايص هما بلايص فيها معرب قليل معناها وين يخدموا العباد سون بابي هذوك ديجا يجعلوا للحاكم مش معناتها ما ياخذوش كيفاش الضرايب لي زابو الخطايا والباه فهمتني وكا اخويا ان شاء الله ربي مع العباد الكل وتجارب باهيه في الحياه هذه ووزني جرب ووزني وزني خويا وبرسا زاد جرب صاحبي جرب هنا لازمك معناها سهل باش تحل البزنس نتاعك مثلا حاجه صغيره نقص معناها مش تحل الريستورون ولا حاجه باش تحل بلاصه حاجه صغيره دخل لنا فلوس خاصه في موسكو بشوية بشوية تمشي برشا موفمون معناها راهي سهله هنا بون سهله وصعيبه في فرد وقت معناها لازمك تعرف كيفاش تدخلها فهمتني باب يحل الف باب يعطيك الصحه ان شاء الله عجبكم الفيديو وان شاء الله فهمني كما شفتوا الاولاد فسروا لكم على كل شيء انا ننصح الاكثريه معناها على الحرقه ما ننصحش عباد باش تحرق لهنا ولا تجي ولا تحرق الاوراق خاطر بعد معناها تحب تاخذ اوراق روسيا كذا تولي تلقى مشكله كبيره برشا وما يدوكش الاوراق مستحيل تطلع حالك ننصح اللي يحب يجي هكا يعرس معناها الروسية واحد يخدم اوراقه معناها الاكثريه العرس اللي هنا في موسكو خير في روسيا خير من اللي تعرس في تونس ولا في المغرب ولا في تولي مشاكل بتاع ترجمة واحد مشاكل بتاع ترجمة ومشاكل حاصل وشاء حاجة أخرى يا أخوي حاجة أخرى قبل ما نكمل أخوي الفيديو العبد ذكي معناها وفيقلها وكذا ماذا بيجي توريست خويا عدك العشر أيام عشرين يوم يشوف البلاد يفهم روحه خويا عجبته ما عجبتوش بعد يعاود يرجع لبلاده وعاود تسهله وكيف يعاود يعطيه فهمتني يحضر اموره من الاول خويا باش كيف تبدا امور واضحه والسلام عليكم يا خويا وان شاء الله يعجبكم البلوج واي حاجه تحبوا تسالوا عليها اكتبوا لنا في كومنتار ما تنساوش اللي اول مره يتفرج في الشان يعمل ابوني ويشعل ناقوس هذاك باش يديم اول جديد جرس ان شاء الله نحاولوا نعملوا فيديوهات مع تزيريه ومراركه باش معناها نوصلوا معلومه باللغات الكل وبون ويك ولاد ان شاء الله نهاركم زين السلام عليكم